السلام عليكم حسين، يلا انت المخده ديالك، هل المخده الكبيره اللي راه هكا الوسط درنا الورده هرسنا لهاد الكرونه؟ الكرونه راه واعر واعر، فيه الذهبي اللي مزروع في الثوب، والجناب درنا التلميط. ملي كيطلع لك هاد الفاس في الراس كتقلب المخده ديالك كتلقى فاس واحد اخر سامبل المجدول، المجدول فيه الدوينات اللي كاين اللي كاينين في الثوب، والقالون حتى هو فيه الدوينات اللي كاينين في الثوب، كلشي اسوخسي. كنجيو هنا كاينه الكاريه، واحد الكاريه شتيها، دخلنا الحرير هنا حتى هي ملي كيطلع لك هذا الفاس في الراس كتقلبها كتلقى قول لها سامبل هنايا، هرسنا عاوتاني بهذا. وانت رد معايا البال، هاد الثوب اللي دات لك في هاد لي كارين هو اللي عندك في الخاميه، في الخاميه اللي فيها العقيق، فهمتيني؟ فهمتي البلان؟ الثوب اللي في الخاميه في لي في كوسان، باش داكشي اسوخشي شي حاجه نقسم مع شي حاجه متناسقه مع اختها. وهاد الطلميط، الطلميط الديبار بهاد الكرونا تتيما بهذا، هادشي مخلطات اخرين درتهم لك نص نص، فيهم الحرير دايرهم هنايا، داكشي لا مبارك راه جا زوين. ها انت يلا، لا مسخر حسين.